مشاهدينا نحييكم من جديد ومن جديد أيضا. اللهم تغمد كل الشهداء بواسع رحمتك وألهم كل العائلات الصبر والسلوان. الإرهاب يوحدنا ويقوينا، لكن كمان تعالوا نشوف القصص الإنسانية المؤلمة خلف الشهداء. ما في شك أن الأنظار كلها بتتجه إلى العملية الإرهابية في الكنيسة البطرسية لحتى لا يحدث ذلك من جديد. هنحاول نشوف بعض الملامح الإنسانية مع عائلات الشهداء، ونشوف أيضا كيف يمكن أن نتفادى ذلك مستقبلا. أقدم ضيوفي أستاذ ريمون ابن الشهيدة صباح وديع. أستاذ ريمون أهلا بيك وربنا يصبرك. أستاذ جرجس وديع شقيقها. أستاذ جرجس أهلا بيك، تعيش ربنا يصبرك. أستاذ ثروت جايبي والد دميانة، عم دميانة، ودميانة مصابة ونتمنى لها الشفاء إن شاء الله. هتقول لنا ايه بعض التفاصيل. دميانة كم سنة؟ 14 سنة. 14 سنة، إن شاء الله تقوم بالسلامة. ربنا يخليك أستاذ، شكرا. ريمون خليني في البداية كده، أنت كنت مع عائلتك داخل الكنيسة؟ أنا كنت مع أسرتي، مراتي وابني توماس وجوفاني وبنتي إيفون. ووالدتي ووالدي عايشين معايا، فنزلنا احنا الأسرة كده بوالدي ووالدتي نحضر القداس يوم الاحد في اجازتنا، وبننزل يوم الصلاه. وليا اختي برضه بتروح نفس الكنيسه عشان دي المنطقه الكنيسه بتاعتنا. واختك كمان كانت مع اختي باربع يعني بنات. مع مين؟ مع اربع بنات. اختي معاها اربع بنات، منهم دميانه اللي حالتها خطيره. منهم دميانه يعني اخت عندها اربع بنات والام معاك؟ معايا ولدين وبنت. ومعاك ولدين وبنت. ووالدي ووالدتي. والدك ووالدي وزوجتك. وزوجتي. كلكم كنتوا في الكنيسة. كنا في الكنيسة. طيب قولي يعني توفيت، استشهدت والدتك والباقي مصابين كلهم؟ والدتي هي الوحيدة اللي استشهدت في الملكوت دلوقتي، وولادي مراتي وابني الكبير توماس وجوفاني. توماس كام سنة؟ توماس 8 سنين. وجوفونا وجوفاني سنة. سنة 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 سنة. عيد ميلاده 25/12 هيتم السنة. هيتم سنة يعني كمان كام يوم بالظبط. من جوفاني. توماس وجوفاني، وعندك ولاد تانيين. وبنتي ايفون كانت معاهم بس الحمد لله ما حصلهاش اي مكروه. ايفون كان كام سنة؟ أربع سنين. سنة طبعا سنة سن صغير. احنا شايفين بعض الصور اهو على الشاشة. هو جوفاني اللي في الولد الصغنن اللي هو في النص ده، اللي هو في النص بس. هو اصابته كانت شاظية في الظهر وده توماس وده وايفون. ايفون. اسرة اهي يا جماعة رايحة الكنيسة يعني، واسرة ايه بقى يعني بكل الافرع يعني، الاب والام والاخت والزوجه والابناء. يعني شوفوا ازاي انه ما الذي يفعله بنا الارهاب، يعني انه شوفوا يحاول تحطيم عائلات بهذا الشكل يعني، ويحاول زرع الخوف في الجميع. دي والدتك. والدتي شهيده، شهيدة وقديسة كمان. وأنا يمكن أي واحد يفتقد يعني تروح والدته منه بيبقى حزين وبيبقى يوم أسود في حياته. أنا طبعا بالنسبة لي شايفه يوم فرح. فرح عشان أنا عارف وحاسس بيها عشان قريبة مني جدا، عارف إن هي في أحسن مكان في الملكوت. طبعا. وخدت إكليل شهادة، وعارف إن هي وهي بتحب البلد دي قوي، وبتحب الكنيسة، بتحب كل حاجة، بتحب الناس كلها. وكانت يعني ما حدش كان يعني يطلب منها شيء ما تعملوش.
واضح هي لو قلنا كده. انت طبعا اول ما حصل التفجير انت جريت عليهم في الناحية المتعلقة بالستات السيدات. التفجير عشان انا كنت في قلب الحدث نفسه. فاحنا في الكنيسة في صفين عندنا، صف سيدات على ايدك اليمين وصف الرجال على الشمال. احنا كالعادة بنخش نصلي، بنخش كرجالة، انا بحب اقعد قدام في الكنيسة على الشمال، اولادي والمدام طبعا الاولاد بيحبوا يقعدوا مع مامتهم في الصلاة. فالاولاد كلهم بيحبوا يقعدوا مع السيدات. فللأسف كمان غير ان التفجير حصل عند السيدات، المشكلة ان السيدات والاطفال، في اطفال كتير وسيدات في المكان ده، فبيبقى الكنيسة معظمها مليانة على الجنب الايمن. فالتفجير حصل من ناحية اليمين، عشان انا ما كنت قاعد حصل تفجير رهيب، الارض نزلت بيا وطلعتني. وانت حتى في الجزء المخصص للرجال فبعيد شوية، بعيد انا على الشمال قدام اول الكنيسة قدام الهيكل من قدام القنبلة. لما انا ما اعرفش اللي اتفرقع ده فجأة، الواحد مركز في الصلاة، الواحد بيصلي مش هيقعد يتفرج، هو في كنيسته، الواحد عارف كنيسته مش بتفرج في كنيسته. فجأة يحصل فرقعة شديدة جدا، يعني انت لقيت نفسك بتطير لفوق. لا، الارض نزلت وطلعت لدرجة قلت ده يوم القيامة في الكنيسة، ولحظات معدودة كده عرفت ان هي قنبلة. طلعت اجري واصرخ على عيالي، لقيت ابويا في وشي بقول لابويا عيالي ابويا، وبعيط بقول له واصرخ اقول له عيالي فين يا ابويا عيالي، يقول لي ان شاء الله هنلاقيهم، استنى اهدى بس. برضه والدي قاعد من ناحيه الرجاله، الرجاله يعني معظمهم يعني ما فيش حاجه، السيدات المشكله كلها في السيدات. فدخلت وماسك فيه بقول له طب ابويا، خدت وجريت طلعت بيه عشان هو عاجز. فخدت ده والدك اللي هنا في ده والدي خدته عشان عاجز، فاخدته ومسنده ومطلعه لبره. فلقيت اختي واربع بنات مرميين في الارض بتقول لي ارموني الحقني، فبشيلها. الكسر السقف وقع وحاجات وقعت كتير. يعني حتى بعد التفجير واللي حصل ده لسه في لا هو في التفجير الحاجات وقعت حاجات كتير وقعت علينا، والخشب بتاع الكنيسه والرخام وحاجات كتير اتنطرت علينا. اختي قاعده الحقني يا رمون، بشيلها تقول لي مش قادره رجلي مش شايلاني. طب يا بنتي وولادها حواليها الاربع بنات، فرفعتها قلت لها روحي حبيبتي اطلعي بره اشوف عيالي ومراتي وامي. انا اسرتي ابتدت انزل بولادي وامي وابويا، ويعني اسره كامله تقريبا بابوهم وامهم واخته وولادها. لقيت بتقول لي الحق يا رمون، بعد ما قومتها الحق مامتك اهي، ماما في الارض، قومي اصحي ما بتسردش. ففكحت بقى ببص كده لقيتها ما بتبص في السماء وبقى مفتوح. اصحي فيها اصحي ياما تصحاش. قعدت اصرخ فيها اصرخ جامد اصحي، وعمال افوق فيها جامد ما بتصحاش. قعدت اشيل فيها قلت الحق انقذها اعمل اي حاجه، فعمال اصرخ. طبعا اعصابي كلها فكه مني، انا يعني قنبله واحد يعني اول مره في حياتي يعني حاجه ما بتحصلش. حد ما بيشوف فرقعه شديده شويه فرد الكاوتش عربيه بيترعب، تخيل بقى القنبله بدقها بالشرز بتاعها. وولادك لقيتهم فين كده؟ ولادي انا لغايه دلوقتي كنت شفت ولادي، الدنيا عتمه تماما، مش شايف اي حاجه، مش شايف حاجه خالص. انت ركزت مع لا انا مركز مع كل مع كل. انا طلعت ابويا ولقيت اخوات ولقيتهم اللي بقوا يشوفوا في وشي، لقيت اختي وولادها تقومتهم، لقيت امي في الارض مرميه، مش هسيب امي، ما هي اغلى حاجه طبعًا. الام. قعدت قلت اشيلها واطلعها بره واشوف الباقي. طلعت شلتها مش قادر، فجبت ناس شالوا معانا من كتر يعني الجثث، وناس وناس مصابه، والباب كسر الكنيسه والطوب والردش، بقينا بنقع لدرجه عندي اصابه في رجلي بسبب كدمه، مش من القنبله، كدمه من الوقعه ما بعد القنبله، كدمه في رجلي بسبب ما وقعت وقعه على رجلي. بس طلعت صرخت بره يا جماعه الحقوني الوضع صعب، عايز الحق مراتي وعيالي جوه في ناحيه السيدات برضو. فطلعت بره بوالدتي، شباب شالوا معايا حطيناها في التاكسي وجريت بيها على دار الشفاء. دخلنا المستشفى، يا جماعه الحقونا، خدوها وجريوا بيها جوه، بيعملوا لها اسعافات اوليه. عاوز اقف معاها ومش قادر عيالي ما اعرفش عنهم حاجه، عيالي ومرات ثلاث عيال ولدين وبنت وامهم، ثروتي في الدنيا بابويا وامي طبعا.
مش عارف عنهم حاجه خالص. دخلت جريت خدتها جري الكنيسه تاني عشان ادور على عيالي فين، عيالي مش لاقيهم. ابويا لقيته على باب الكنيسه بيصرخ بيقول لي فين عيالك يا رون؟ قلت له ايه ده يا بابا، ان شاء الله هنلاقيهم. جريت على الدمرداش جنب مننا، قعدت بتاع ربع ساعه ادور عليهم في وسط المصابين لدرجه مش عارف اطلع مراتي من وسط المصابين، مش عارف اطلعها، دم ودنيا دنيا صعبه، لغايه ما شفت مراتي وابني جوفاني وبنتي شايفهم صاحيين قدامي، جالت مطمنينه شويه. طب تومي، تومي ابني بقى، توماس هو توماس، انا بقول له تومي، توماس ابني، توماس ابني ده 8 سنين، ده اول اولادي. طب فين توماس؟ قالت لي مش شايفاه يا رمون، دور لي عليه يا رمون. طب خليكي وخليكي معانا، الحمد لله في اتنين. مسكت قعدت ادور على توماس، اجري عليه يمين اجري عليه شمال مش لاقيه. عمه جالي، عمه رمزي، اقول له يا رمزي شوف لي يا توماس يا رمزي. قال لي ان شاء الله عليه، اهدى بس. وقعد يصرخ ويدور عليه هنا ويدور عليه هنا، لغايه نص ساعه ولا ثلث ساعه لقيته بيتصل بيا بيقول لي يا رمون انا لقيت ابنك في الحته الفلانيه. جيت بصيت على ابني، ابني بيرقع بالصوت وبيصرخ، لولا خادم معاه في الكنيسه هو اللي خده شاله من الكنيسه، هو اللي جابه على المستشفى. يعني هو في الكنيسه ومحد، ما هو كان في الكنيسه ومحدش خد، خادم 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 هو شاله وجاده بيعملوا العلاجات، خدوا دخلنا بيعملوا الاسعافات شاظي هنا، الواد متغرق كله شاظي، ولا الطفل 8 سنين، طفل صغير، يعني ايه طفل صغير؟ اما انا اولادي الثلاثه يعني ربنا يكون في عونهم، يعني انا مش عارف دول هيعيشوا ازاي بالحاله النفسيه السيئه دي. يعني اطفال بتشوف قنبله، اكيد مش عينيهم ما بتغفلش. انا بنتي مش قادره تنام، اول يوم ده خدتها معايا عشان تقعد معايا سليمه، تقعد معايا انا وهي بس اسلام، والثلاثه حاجه في المستشفى، ما مش عايزه تغير، مش عايزه تنام، عايزه في نوم الصبح، راح ادفنها في صلاه في الصلاه، مش هقدر اخد اطفال. فيا يا ايفون اقعدي، طب اقعدي مع اي حد يا حبيبتي، مش عاوزه لا انا لمامتها. اضطريت اتصل بحد من قرايبي قلت له معلش خد وديها لمامتها، خلاص بقى الخوف بداخلها يعني، فمش عايزه تبتعد عن الاب او الام يعني. يعني ولا وممكن الحادث مؤثر عليها نفسيا، انا عيالي اكيد نفسيا اتاثروا. يعني طفل لما يكون عندك طفل سنه، ابني جوفاني معلش يا دكتور يا استاذ وائل، ابني جوفاني عنده سنه، يعني السنه ده مثالي، ما يعني الادراك عنده مش يعني مش زينا ككبار. طبعا قعد بتاع ساعه ولا ساعتين متنح مش بيعيط، الطفل المفروض الصغير بيعيط، ابني جوفاني اللي عنده سنه اللي هي حاله الذهول والصدمه، يعني ذهول ذهول كده، ما مش فاهم فيه، لدرجه ما فقت شويه كده بعد ما شفت الاصابات اللي في اسرتي وعرفتي طبعا، وانا بعالج عرفت ان والدتي اتاكدت، كنت برضو سايب والدتي بتتعالج، انا كنت عايز اجري عيالي برضو، اتاكدت ان والدتي بس والدتك كان الجسم سليم ولا الجسم سليم؟ الجسم سليم، انا ماسكه، انا اللي ماسكه بنفسي، انا شايل فاتحه عينيها للسما وبقها مفتوح، انا شلتها بنفسي وحطيتها في التاكسي وخدتها وجيت على المستشفى. وزوجتك بس هي اللي في حاله خطيره دلوقتي؟ لا زوجتي واولادي مش في حاله خطيره، زوجتي واولادي عندهم شظيات. والحمد لله يعني اتنقلنا لمستشفى الجلاء بقوات مسلحه، وناس يعني بامانه ربنا مش عايز اقول عشان ما يقولش الراجل ده هو جيشنا طبعا عظيم وبلدنا عظيمه، بس بجد بجد مستشفى انا حسيت ان انا قاعد في حته من اوروبا، شايليننا من على الارض شيل، وكل الحاجات بيعملوها من نفسهم اكتر من احنا عاوزين، من اشاعات وفحوصات لدرجه لو حاجه انا مش باصص لها هم يبصوها ويعملوها، يعني بجد يعني الله يبارك لكل بس حاطينهم تحت الملاحظه، حاطينهم تحت الملاحظه، ما بيخو ما انا في خلال الايام دي سمعت اشاعات كتير، كل الناس بتتصل بيا بقى في حياتك في ولادك وفي مراتك، يا جماعه صدقوني مراتي انا ماشي في عزا والدتي رافعين بص مراتي وابني تومي وباسم مراتي رافع حاطين لها اكليل، يا جماعه دول ما ماتوش، دول مصابين، انا لسه جاي من عندهم المستشفى. كان في مجموعه يعني في ناس نشروا صور لسيدات واطفال وتبين بعد كده انهم ما ماتوش، يعني ما هو ما ماتوش، ما هو طبعا ده عمل صدمه عند بعض الناس. انا عندي قريبي في الصين وقرايبي في بلد بره اتصلوا مش مصدقين، يقول انت بتكذب علينا يا رمون، انت بتكذب علينا، عيالك في المواقع الاخباريه، اقول لهم يعني اصدق المواقع الاخباريه واكذب اللي بعيني واللي شايفه؟ ما ده ابني، انا مش هدور على حاجه وحشه لاولادي. رمون انتوا بتصلوا دايما في الكنيسه دي؟ البطرسيه.
على طول. طبعا هنا عشان بس القضية المثارة، يعني من الواضح الجهات الأمنية بتقول إنه التفتيش بيبقى من قبل الكنيسة. يعني هل انتوا، وانا حتى سمعت كنتوا بتكلموا بتقولوا حتى لو في 100 تفتيش بتحصل ما حدش كان هيمنع ده. ليه؟ هو عمل انتحاري او قنبله او يعني، حتى لو واحد دخل في وسطنا دلوقتي واحنا قاعدين فرق على نفسه هنلحقه؟ اكيد كلنا عمون. ده لو بيتفتش بره على الباب. ده لو متفتش بره على الباب يعني هو لو عايز يعور حد هيعور. يا استاذ وائل، هي الفكره مش كده، هي الفكره ان الناس داخله تصلي، اللي بيخش بيصلي ده الصلاه ده صله بينه وبين الانسان وبين رب. انا بصلي مش باصص للي جنبي، بيبقى عندك احساس بالامان خلاص. انا بين ايدين ربنا، فمين هيبقى قاعد مستني؟ احنا في راس السنه في فرق كشفيه بتبقى في الكنائس، لما بنيجي حتى الكشافه دولت يطلبوا من حد يفتش شنطه او حاجه بيقول له انت بتفتشني انا من ابني من ابناء الكنيسه، فبتحصل نوع من انواع البلبله قدام الكنائس، فالناس بتستسهل الامور خلاص. يعني الناس شعب الكنيسه بيبقى معروف، لكن هي الكنيسه الكنائس اللي في اماكن عامه زي العباسيه ومناطق الشوارع الواسعه دي لازم يبقى فيها تامين على الاقل حكومي. حضرتك عارف ان احنا في ثقافه، ده بقى عايز اتفاق واضح المعالم والناس يبقى عندها ثقافه التفتيش، لانه احنا عندنا، انا كنت لسه بقول في مقدمه الحلقه يعني فتشني يعني انت بتهني، مع انه لا انا متفق، فتشني لكي تحميني، متفق مع حضرتك. احنا انا لان انت كويس، بس ممكن يكون حد تاني مش كويس في 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 وقت زي اللي فيه البلد ده، لازم اهل البلد كلهم يخضعوا لاي اجراءات امنيه. احنا في افتتاح قناه السويس انا كنت من ضمن المحظوظين اللي راحوا افتتاح قناه السويس بطبيعه شغلي، فانا رحت اتفتشنا 4 ساعات ونص من هنا للسويس، ما حدش، كنا فرحانين جدا ان احنا رايحين نفتتح قناه، وكان يوم صعب جدا، مشقة جامدة جدا، لكن كنا فرحانين جدا، وإجراءات أمنية جديدة جدا، كنا فرحانين جدا. اللي بيحب البلد دي لازم ينصاع الأوامر. يعني أنا النهاردة في على الواتس إن في قرار من وزارة الداخلية إن المكالمات مراقبة، يا مرحبا، يراقبوا المكالمات. إحنا في وضع البلد يعني بتتهاجم فيه. ده شائعات مش حاجة اسمها. أنا معرفش، أنا معرفش إذا كانت شائعات. المكالمات تراقب وفقا لأذون قضائية. صدقني يا أستاذ وائل، وحتى لو بدون أذون قضائية، إحنا في وقت البلد فيه محتاجة، لأن الكل يخاف عليها. إحنا يعني. الأزمة مش أزمة تفجير كنيسة، ومش هتبقى، أنا وأنا واثق وبقولها على مسؤوليتي، مش هتبقى آخر حادث تفجير لكنيسة. لا هو أول حادث ولا هو آخر حادث. يمكن الحادث مختلف إنه بادي إنه جوه صحن الكنيسة. كان ممكن قبل كده بيحصل على باب الكنيسة في الطرقات، لكن جوه صحن الكنيسة دي كانت فعلا جديدة. أنا فقدت أغلى ما عندي، أنا أختي الكبيرة دي من أغلى الناس عندي، كانت بالنسبة لها أبوها، وهي كانت بالنسبة لي أمي، لأن أنا والدي متوفي من 30 سنة وأنا اللي مسؤول بيهم أنا وأخويا الكبير. لكن بجد يعني الموت ده وضع طبيعي، لكن يمكن طريقة الغدر دي صعب. المشكلة مش في التفجير يا أستاذ وائل، المشكلة إن إحنا محتاجين تعديل سلوك. سيادة الرئيس عمال ينادي بتجديد الخطاب الديني، طب إيه الآليات اللي هيغير بيها الخطاب الديني؟ وحتى لو غير الخطاب الديني، النهاردة أنا عندي 49 سنة اتربيت على قيم وعادات مش قادر أبطلها، لازم ألحق الطفل من المهد. النهاردة أنا على فكرة بطبيعة شغلي أنا أخصائي اجتماعي، وشغال في الحكومة أخصائي اجتماعي وبرصد ظواهر المجتمع من خلال الناس. أنا بتعامل مع أفقر فئات الشعب، مع المعاقين، بتعامل مع دوري الإيواء، الحضانات الأطفال، المناهج التعليم دي لازم تبقى موحدة، ولازم تبقى تحت إشراف الوزارة، ويبقى في رقابة عليها. أنا بنتابع، بس أنا بسيب أطفال في إيد حد مش مؤهل تزرع فيه فكر إن المسيحي ده أو المسلم ده وحش أو المسيحي ده وحش. لا، لازم نعلم أولادنا من صغرهم، محتاجين تطوير في مناهجنا التعليمية والسلوك يا أستاذ وائل. المناهج التعليم دي لازم تتنسف مش تتطور، ده لازم تتغير من الألف للياء. لكن إحنا عندنا مشكلة في السلوك، لازم نعرف يعني إيه كبير، لازم نعرف يعني إيه إنسان أنا بتعامل معاه ماليش علاقة بدينه. الدين ده علاقة بين الإنسان والرب. عشان تقول لنا يا دميانة حالتها إيه؟ هي 14 سنة. هي دميانة حالتها خطيرة، لأن حصل لها تهتك في الكبد. في الكبد. ربنا يشفيها. يا رب. عندنا صورة دميانة يا جماعة. هي القمر دوت.
تهتك في الكبد. مع اني انا الشيء الغريب، انا لما سمعت اللي حصل في قنبله، انا جاي من مصر الجديده، جاي في صلاح سالم، جاي بسرعه جامده قوي، فبكلم اخويا قال لي لا الحمد لله دميانه اتلحقت، ده في بس شاظيه في بطنها وماريا، بس انا حماتي هي اللي توفت، اللي هي مدام صباح، هي اللي توفت، تبقى حمات اخويا يعني. فقال لي طب، فانا هو عايز يهديني ده ما اجيش بسرعه، اصل لا قدر الله اعمل حادثه انا كمان يعني. فانا بالفعل جيت وصلت، بقول له فين؟ قال لي انا عند مستشفى دار الشفاء. فروحت عند مستشفى دار الشفاء، لقيت الدنيا مقفوله، فركنت العربيه عند تقاطع احمد سعيد جنب نجف كده بتاع الفول والطعميه، حطيت العربيه وخدتها جري لغايه المستشفى، حتى نازل بالترنج يعني. فدخلت لقيت بجد كارثه يعني، مش كارثه، لقيت اللي في دار الشفاء ربنا يكون في عونهم، هم مش مهيئين لاي حالات كبيره، هي مستشفى فهم عمالين يعملوا في اسعافات. فببص بقول له يا امير فين دميانة؟ قال لي اهي ورا. فانا شايف البنت بتتازم جامد، اي اي اي، بس انا يعني اتخذت في والشظيه دخلت في بطنها، عملت تهتك في الكبد، عملت تهتك جامد جدا، لدرجه اللي هم يعني، انا عايز اقول لك على حاجه، هي دار الشفاء مستشفى مش وحشه، بس هم ما قدروش يسعفونا بصراحه. حجم الكارثه كان اكبر من استعداد المستشفى. بصوا بالفعل على البنت وعملوا الاشعاعات اللازمه، قالوا لك لازم تنقلها لمستشفى تانية يعني. لا هم قالوا لي اللي احنا الاول حاجه، قالوا لي احنا وقفنا النزيف، فلفوا الكبد بفوط معينه وخيطوا عليه، وقالوا لي هي دلوقتي يعني يعدي اول 24 ساعه هي في ايد ربنا، فاحنا كنا فاقدين الامل اصلا يعني. لغايه لما يعني حتى الكبد انت بتقول متهتك يعني، هم عملوا يعني اوقفوا النزيف، هو اللي بالفعل اللي قدروا يعملوا هم وقفوا النزيف بس، وقعدوا يدوها مثلا في اي حاجات عشان المسكنه للمسكن بس، عشان الالم كان جامد جدا للبنت يعني. انا كل ده شفته بعدين، الاول كنت خايف على البنت الصغيره والبنت اللي هي اصغر بينها، لاني دخلت لقيت الكوتشات مليانه دم، لقيت مجزره، لقيت البنت الثانيه عندها شظيه في دماغها، اللي هي اخت دميانة اللي هي اصغر منها، عندها شظيه في دماغها، في نافوخها من ورا، ودي حالتها لسه كمان في، لا دي الحمد لله، الحمد لله دي قدرنا، دي قدروا هم في المستشفى يعملوا اشاعه تلفزيونيه وبصوا عليها، وكان في جسم حديد جوه، طلعوه خيطوا عليه وخيطوا لها كتافها، وخدت بالفعل الثلاث ولاد في حضني وطلعت بيهم المستشفى ورجعت تاني المستشفى يعني، رحت وصلتهم وهم ساكنين في مصر والسودان يعني، ورا الكدرائيه، ورا الكدرائيه كده، فوصلت الولاد الصغيرين لماما في البيت، ورجعت تاني المستشفى اشوف دميانة. قالوا لي لا دميانة دخلت الرعايه المركزه وحالتها صعبه. فقعدت اتكلم معاهم، هم يعني مش مهيئين بالفعل للحالات الحرجه ديت، بس ما اثروش للامانه، ما حصلش. لا ما انا ما قلتش اثروا، وهي حالتها دلوقتي لسه كمان في مرحله الخطر. هو يعني انا بجد، انا قبل اي حاجه، انا مش عايش في مصر يعني، انا عايش في النمسا بقالي 24 سنه، وحقيقي يعني ماليش مصلحه ان انا هشكر ده او مش هشكر ده، بس اول حاجه بجد عايز اشكر اللواء بهاء الدين، ده مدير مستشفى القوات المسلحه اللي في الجلاء، واللواء مراد الالفي، بصراحه الناس ديت قالوا هاتوا الحالات الصعبه عندنا، احنا عايزين الحالات ديت، كل الحالات هاتوا اللي عندك كله يعني، لدرجه اللي هم كانوا عايزين يودوا دميانة مستشفى عين شمس تقريبا. لا مش عين شمس، في اللي هي اللي متخصصه للكبد اللي هي على جنب الفخان اللي هي قالوا اي حاله، قالوا لا معلش احنا عايزين عشان الرعايه. وبجد انا عايش بره وشفت احدث اجهزه موجوده في القوات المسلحه، عملوا اللي عليهم، وقالوا لنا احنا هنعملها دلوقتي يعني. هي جت بالعربيه بالفعل، هي كانت معجزه، اللي هي وبنت ثانيه اسمها ماجي عندها 10 سنين، البنت دي في حاله حرجه جدا برضو، عندها شرخ في الجمجمه وعندها شرخ في الفك، وهي يعني في ايد ربنا برضو دلوقتي يعني. ماجي 10 سنين، ماجي مؤمن، البنت دي اسمها ماجي مؤمن، عندها 10 سنين، ربنا هيشفيها ان شاء الله يا رب يا استاذ وائل يا رب. فحقيقي اذا كان اللواء مراد او اللواء بهاء الدين، بجد الناس دي شايفه الحالات يعني، سايبين عمالين، ما فيش ده اللي عملوا لها، لا انا بتكلم اللي انا متذكره يعني، بجد اللي انا متذكره. لا هو الفكره ان يعني خدمتهم فعلا يعني فعلا، لا ناس فعلا تشكر جدا، وعاملين كل الطاقه اللي عندهم وبيعملوا حاجات احنا ما طلبناهاش. يشوف هم قال لهم الحاله فيها لو حاجه صغيره يعني، انا حاطين عيالي ولادي لغايه دلوقتي في المستشفى عشان شاكين حاجه، لو 1% لا ما نطلعهوش، حضرتك مش هتاخد ولادك لما تكون حالتهم 100% يعني. مش عايزين يطلعوا اي طفل او اي سيده اي مصاب او الا مصابه ما تكون الا حالتهم بعد التاكد اكتر من 100%، وشايلينهم من على الارض فعلا فعلا. مش انا اتعاملت مع مستشفيات حكوميه كتير، بس يمكن اول مره اتعامل مع مستشفى قوات مسلحه بصفه خاصه. لا فعلا شفته بجد يعني. لا فعلا يعني، لا ناس
فعلا يعني كفايه يعني قالوا لي اي حاله تخصك او اي حاله حتى ما تخصكش اي حاله انت شايفها لازم يعني هاتها انت اي مفتوح لك هات ربنا أي في ناس عايزه تكمل علاج شعبنا بره شعبنا مصر. شعب جميل جدا يا استاذ وائل ولحن الانسانيه فيه جميله جدا شغله كويس ويبقى عنده ضمير في شغله ربنا يشفي جميع المصابين و يعني يتغمد كل الشهداء بواسع رحمته ان شاء الله يا رب وان شاء الله هتقوم دميانة هم عملوا لها عمليه امبارح زوجتك واولادك جميعا بسلام وهنكمل معاكم مع عائله اخرى عايزين نشوف بس بعض التفاصيل وبعض الملامح الانسانيه زي ما بقول لكم حتى شفنا هو حال الروح الايجابيه عند العائلات يعني وعايز اقول حاجه حتى التفكير في بعد كده نعمل ايه في قضيه التفتيش وانه التفتيش للحمايه وليس للاهانه وده لازم يكون في مفهوم عند الجميع ومترسخ عند الجميع اتفضل انا عايز اقول لك حاجه اخيره الحدث ده نفسه مش هيضعفنا بالعكس بيحببنا في بلدنا زياده يمكن احداث كتير حصلت يقول لك سيبوا يا عم البلد دي ويمشي لا البلد دي فعلا حلوه وقاعدين فيها واتولدنا فيها وهنعيش فيها وهنموت فيها البلد ديت مهما يعملوا ومهما يعني قول اللي انت عاوز تقوله مفيش شعب بتخلص انا اسف بس لازم اقول حاجه في دقيقه انا وانا ماشي لما روحت الولاد ورجعت من الكدرائيه على رجلي فكانت قناه المانيه كبيره اسمها سات انس قناه دي المانيه كبيره فانا شايفهم واقفين فبقول لهم بالالماني انتوا واقفين بتعملوا ايه هنا قالوا لي انت بتتكلم الماني طب ممكن نسجل معاك قلت لهم هتذيعوا اللي انا هقوله ده بجد للامانه دي جت دلوقتي يعني انا مش نايم بقالي كذا يوم فهو مش عارف اسمه مش عارف اندرياس هوفر الراجل المذيع دوت ومعاه الكاميرا بتاعته فقلت له كل الكلام فبيكلمني فبيقول لي يعني هو عايز يسمع مني حاجات قلت له لا مش موجوده حاجات هجوم على الدوله اول حاجه هجوم على النظام يعني اول حاجه عبد الفتاح السيسي ده مش عاجبهم قلت له لا ده بالنسبه لي انا وانا عايش بقالي 24 سنه بره مصر بالنسبه لي ده احسن رئيس مسك مصر قلت له بامانه انا مش يعني انا مش هستفاد من من الرئيس في حاجه تاني حاجه الجيش والشرطه قلت له يا فندم ما لسه ميت كذا ضابط في حادثه الهرم يعني فكل ده قال لي لا بس المسيحيين مظلومين في البلد قلت له يا فندم حتى لو مظلومين بس في قانون يعني حتى لو مظلومين بس في مصر عامه احنا سامعين اللي فيه فتنه طائفيه قلت له حتى لو في الكرة مشاكل او في الصعيد مشاكل لكن مش الحادثه ديت اللي مقصود بيها الشيء دوت الجماعات التكفيريه بتقتل المسلمين قبل المسيحيين هي مش فارق معاه ده دينه ايه مش اهم شيء اللي انا عايز اوصله لك استاذ وائل في الاخر قلت له هتذيع اللي انا قلته ولا مش هتذيعه فالبرنامج انا معايا يعني ممكن اسيبه لك في الكنترول بره يعني وكل ده بكلمه بالالماني مش بالعربي فلقيته ذاع حته صغيره يعني هو بيقول لي يعني الناس اللي جوه دي اللي مادت ذنبها ايه قلت له هي في نظر التكفيريين اللي هم كانوا بيصلوا هو ده الغلطه الوحيده اللي عملوها هو ساب بقى في نظر التكفيريين راح ذاع ايه زاع الغلطه الوحيده اللي الناس دي عملتها اللي هم كانوا بيصلوا يعني ما زعش كل تقول انه وسائل الاعلام الاجنبيه حتى بتتعامل مع هذه الاحداث بالشكل اللي يظهر انه مصر يعني انا قلت له حتى منقسمه بالظبط فيها فتنه انا عايش بره وعارف يعني انا قلت له انتوا عندكم في المانيا مشاكل وميركل خايفه منهم مش قادره تعمل معاهم حاجه يعني في المانيا الحكومه الالمانيه بتديهم فلوس وبتديهم معاناه وفلوس الدنيا لكن هي خايفة منهم يعملوا لها تفجيرات برا فهي مش قادرة تقول مع اني كله عارف صدقني اللي الراجل اللي ماسك البلد ديت على حق والراجل دوت مش فارقة معاه الراجل بيتحارب من كل الناس من قطر بيتحارب من بلاد كتيرة بيتحارب بلاش نذكر اسامي واحنا واللي عايز يفهم بيفهم الشيء دوت اللي عايزين البلد دي تقع بالفعل تقع وانت عايش في النمسا يعني وانا عارف ان الارهاب حتى يحصد الجميع يعني من فرنسا بلجيكا يا فندم اكبر 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 كم من الاخوان موجود في النمسا اكبر كم من السلفيين موجود في المانيا احنا عندنا مشاكل داخليه هناك لكن هم برضو عاملين كنترول كويس هناك لكن مش قادرين يسيطروا احنا عندنا ناس ممكن تفجر نفسها بكره في النمسا ممكن بكره فلوس وهم ما عندهمش مبدا بياكلوا يعني فلوس انا هطلب من حضرتك بس مش هوجه رساله اتفضل رساله للرئيس اللي انا نزلت في 30/6 وقعدت 3 ايام في الشارع انا جيت له من النمسا عشان انتخبه او عشان دعوه ليه اهتم بالفكر ماشي. اهتم بالفكر ماشي. اهتم بالفكر يا ريس اهتم الحق الاطفال اللي لسه طالعه اهتم بفكرهم لان هم دول اللي هيبقوا موجودين اللي اتزرع في فكر اللي موجود حاليا
خلاص مش هيقدر يتغير الا بمعجزه من عند طبعا ربنا. لا بتحتاج انك صعب جدا، لكن الاطفال طب ديني متطور، مناهج تعليميه متطوره للمدارس الابتدائي، اضرب بيد من حديد عن اللي يخالف الاصول والعرف والتقاليد اللي احنا اتربينا عليها واحنا صغيرين. انا بحييكم على التانية، هذه الرساله الثانيه، معبر رفح كل ما بيتفتح بتحصل حاجه في البلد. انا اسف ان انا بقول كده، انا متعاطف جدا مع الشعب الفلسطيني، لكن طيب. معبر رفح كل ما بيتفتح بتحصل كارثه في البلد. بحييكم على هذه الروح، وربنا يشفي المصابين ان شاء الله، ويتغمد الشهداء بواسع رحمته. كمان نشوف شهيده اخرى من الشهداء، وهنستقبل عائله ثانيه، وبعدها هنتكلم معاكم ايضا في موضوع متعلق بالارهاب، بدات فيه بعض الافكار اللي بتقدم من قبل أعضاء في مجلس النواب، هنكملها معاكم في الجزء الأخير من هذه الحلقة. شهيدة جديدة اليوم تم الصلاة عليها بمقر كنيسة البطرسية، وهي الشهيدة أنجيل أنور مرقص، بعد قضاء يومين بمستشفى دمرداش تاركة أسرة يعتصرها الألم. بلغونا قالوا إن هي إحنا بنتصل بيها مش لاقينا، فحاولنا هنا بالكنيسه، قال لا احنا لسه ودينا جزء، هي من ضمن المصابين، فعرفنا ان هي في الدمرداش، فجينا كانت حالتها صعبه جدا جدا جدا. امبارح كانوا عملوا لها عمليه، شالوا لها الطحال، وبس هي كانت حالتها صعبه جدا جدا جدا. كان لنا لقاء مع ابنة حارس الكنيسة الذي استشهد على إثر الانفجار الذي وقع بالكنيسة البطرسية. هو اللي شافه، هو اللي كشفه، وجي يجري وراه لقى الكنيسة كلها اتفجرت. شفت بابا وهو مرمي عند الكنيسة عند أيقونة بابا كرولوس، شفته سايح في دمه، وأنا اللي خدته وشلته وديته المستشفى ولفته بالزاكت بتاعي. بس قبل ما يموت قال لي كلمة، خلي بالك من إخواتك، وضحك ومات. رحلت أنجيل إلى موضع راحتها، مثواها الأخير. رحلت من العالم بعد أن ودعها جمع من الأساقفة والأصدقاء والأحباء. كاميرا 10 مساء رافقت الفقيدة إلى مرقدها، ثم رصدت هذه اللقاءات مع أسرتها. ربنا ما يوري حد اللي احنا شفناه، يعني هو كان كل جسمها مليان بالشظى بتاع القنبلة، وكان في حتة من دماغها هنا معمولة. ربنا ما يوري حد يعني منظرها سايت. بس دخلت الرعاية وفضلت بقى في الرعاية، كان عندها نزيف داخلي وكان جسمها كله متبهدل. بس بعد كده راح الدكتور قال الحالة في حالة خطرة وحرجة، بقى لله. بس احنا قاعدين كل ده بره. بالنسبة لي تبقى خالتي واختي وامي وصاحبتي، كل حاجة. ولادها حالتهم النفسية وحشة جدا، بالذات بنتها، ابنها في حالة صدمة مش مجمع اي حاجة، وبنتها في حالة صدمة اكبر بقى، عشان هي كانت بتحضر معاها حاجات فرحها، فربنا معاهم اكتر مننا يعني. مدام انجي كانت ست طيبة جدا الله يرحمها، وكانت من الناس المحترمة جدا، وكانت بتنزل تقضي الفرائض اللي عليها يوميا على الله في الكنيسة. أنا مسلم وهي طبعا ست مسيحية، وما نعرفش عنها إلا كل شيء طيب، وست محترمة جدا، وست أدب الدنيا واحترام الدنيا فيها. كلنا زعلنا، والشارع كله كمسلمين وكمسيحيين، ما فيش فرق بين مسيحي ومسلم يعني، دي حاجة معروفة للدولة كلها. ست عطوفة وست حنينة وست محترمة، ما فيهاش أي حاجة وحش، ما تستاهلش اللي حصل لها ده أبدا. ست عارفة ربنا وست محترمة، حرام حرام اللي تعمل فيها ده، بما يرضي ربنا حرام، والله ما تستاهل كده ابدا 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 ابدا. لازم اقول لهم يخلي بالهم من الناس دي، والحكومه كانت فين وهم كانوا فين لما القنبله دي دخلت، كانوا هم قاعدين فين، كانوا فين، حرام ولا حلال؟ ما هم بيحرسوا الكنيسه ازاي؟ الكنيسه دي هي جامع، هي كل حاجه، زي الجامع وزي اي حته في مصر. Thank you.
قلب الوطن مجروح لا يحتمل اكتر نهرب وفين حنروح لما الهموم تكتر قلب الوطن مجروح لا يحتمل اكتر نهرب وفين حنروح لما الهموم تكتر نحمي غصون الورد من دمع السلع الخد اه يا حبيب تروح قلب الوطن مجروح بين الشجن والآه يلي لغاك حياة أنا حبي ليك صلاة يا مطير العصافير رجع الهوى بالخير لو قلبي عدو منين ادي حنان ودادي لو قلبي عدو منين ادي حنان ودادي ده الصمت مش لينا ما زلنا معكم بعض اللمحات الإنسانية بعض المحطات العائلية في حياة عائلات الشهداء أستاذ وجدي زوج الشهيدة أماني سعد أستاذ وجدي أهلا بيك أستاذ وجدي أنا أسف أهلا بيك أستاذ عماد سعد الشقيق أستاذ عماد أهلا بيك أستاذة إيفون الشقيقة أستاذة إيفون أهلا بيك ربنا يصبركم جميعا ويتغمد الشهيدة بواسع رحمته أستاذ وجدي أنت كنت معاها في وقت في الكنيسة وقتها كنت فعلا مع حضر القداس ايه التفاصيل اللي انت عشتها من لحظه الانفجار بص السؤال اللي هو الانفجار يعني حصلت الساعه 10 ل 5 كده بالظبط طبعا احنا كلنا كنا حاضرين القداس عادي خالص فجاه لقينا صوت جامد جدا النور كله طفى الحاجات وقعت طبعا من السقف كتير بس هو الانفجار كان ناحيه السيدات ما كانش ناحيه الرجاله فطبعا احنا كرجاله رد فعلنا رحنا جري على ناحيه الستات لا انك بتبحث عن زوجتك يعني طبعا لقيت المنظر بشع صعب جدا من كتر الاشلاء والجثث والركام والخشب المتكسر يعني كنت بدور عليها عرفتها من ملابسها بس من الملابس بس يعني مش هو من مش طبعا الوش لا هو هي الحمد لله اشكر ربنا اللي هو الجسم سليم يعني بس من التراب والحاجات طبعا التفجير طبعا وتطاير الدم والجثث مع بعض يعني لا هو كان منظر بشع صعب طيب طبعا هنا حاولت يعني شلتها حاولت تعمل حاجه يعني طبعا هي حاولت يعني حسيت كده لسه فيها الروح حاولت اسندها عليا يعني كانت لسه عايشه كانت لسه حاولت اقومها بحاول افوقها كده جه اخ معايا شلناها وطلعناها للاسعاف وديناها المستشفى على طول وتوفيت في المستشفى بعد وصولها المستشفى ما كملتش دقيقتين احنا شايفين صوره السيده اماني على الشاشه ربنا يرحمها ويصبركم جميعا عندكم اولاد لا هو ما كانش عندنا اولاد طبعا هنا في جزء بس متعلق قبل ما اسال بس بقيه ضيوف انتوا بتصلوا دايما في الكنيسه اسبوعيا لازم نصلي فيها كنا قداس كل يوم حد ما تخيلتوش ابدا يعني اللي بيروح يصلي ده يعني عنده احساس بالامان يعني ما تخيلتوش للحظه انك ممكن تفاجئ بكده يعني بعمليه ارهابيه بالشكل ده لا بص يا استاذ طارق واحنا طبعا بنخش الكنيسه نصلي فاحنا حته اللي احنا حاسين بالامان الحمد لله حاسين بالامان وكل حاجه بس انت عارف الظروف اللي احنا فيها دي كان واحد مستعد للشهاده في اي وقت
متوقعها في اي وقت. احنا مش ربنا يصبركم جميعا. خلينا اسال استاذه ايفون, في شك طبعا انت في منطقه تانية ولا معاهم في نفس المنطقه؟ انا قريبه منهم بس بتصلي معاهم. ما كنتيش موجوده معاهم في الكنيسه وقتها؟ ما كنتش المره دي للاسف معاها. هي يوم السبت بالليل انا كنت سهرانه مع اخواتي في عين شمس, فهي اتصلت بينا يوم السبت بالليل قالت لاختي تعالي نحضر كلنا القداس ونتناول من ذبيحه واحده ونقضي بقيه اليوم في الكنيسه ونفطر سوا, لان الكنيسه فيها نادي صغير كده كنا دايما لما بنتجمع بنقعد نفطر فيه ونقضي وقت مع ابونا شويه ونروح. فيوم الحد معظمنا بيبقى اجازات شغل, واللي ما عندوش شغل ممكن يقعد على اعتبار ان احنا بنتجمع مع بعض. فقلنا لها, اختي قالت لها مش هقدر عشان احنا مش عاملين حسابنا ان احنا ننزل فما رحتوش معاها. فخلينا للاسبوع الجاي. انا مروحه الصبح, اخويا مروحني انا وبنتي من عين شمس مروحه, فاتصل بينا وجدي قال الحقوني اماني بتموت. فانا ما تصورتش اني بتموت, كنت لسه ما شفتش التفجيرات ومش عارفه ايه اللي حصل بالظبط. فقلت له لا تعالى نروح بسرعه نشوف في ايه. فاحنا من شارع رمسيس كل الدنيا مقفوله, ركننا العربيه بعيد وجرينا نشوف في ايه. لقينا الكنيسه بقيت ما بقتش كنيسه, ما عرفناش بصراحه. يعني انا لقيت شنطه اختي عرفتها مرميه في الارض. انت دخلت الكنيسه بتشوفي عرفت بقى ان شنطتها بس هي اللي موجوده, لانهم كان جوزها نقلها المستشفى بالظبط. فاحنا واحنا داخلين في دخلتنا الكنيسه لقينا الاسعاف بتنقل جثمان شهيد او شهيده مش عارفين, بس للاسف هو منفصله دراعاته وعباره عن اشلاء مش باينة له اي ملامح. فاحنا الاثنين من ذهول المنظر وقفنا مش عارفين نسال, فرميت الشنطه من ايديا وجريت دخلت الكنيسه عشان اشوف اختي فين, في اللي حصل. فلقيت نفسي بدوس على دم بدوس على لحم. الكنيسه عباره عن شويه تراب وطوب, حتى العمدان الخرسانه والمسلح متخرمين. فبنسال قالوا لنا مين انتوا جايين عشان مين, قلنا لهم اماني. فكان معظم الناس الخدام اللي في الكنيسه وال عارفين اماني وجدي لان هم متعودين يقعدوا دايما حتى بعد القداس مع ابانا هنا. فقالوا لنا لا هو اماني خدها جوزها وراحوا على الاسعاف حد مرداش. فجرينا رحنا دمرداش جنب الكنيسه, دخلت على الدكتور لقيته قاعد على بركبه على بطنها وبيعمل لها صدمات نفس عشان تاخد نفس, بس هي ماتت في نفس اللحظه استشهدت. يعني الدكتور كان بيحاول انقاذها. انقاذها يعني. بصراحه ما كانش مخلين على جهدهم جهد في الوقت ده. نقلوها على اوضه تانية من غير ما يقولوا لنا, ما حدش عايز يقول لنا حاجه. فجريت قالوا لي ده هي هتدخل الرعايه المركزه حالات خاصه. طيب قولوا لنا في ايه, طب فيها ايه؟ اللي كنت لسه ما اعرفش فيها ايه بالظبط. بعد شويه جه خادم قال معلش انا هقول لكم على الحقيقه عشان ما تفضلوش قاعدين عندكم امل, الاوضه دي كل اللي فيها استشهدوا. كل اللي في الاوضه دي بالظبط. فدخلت اشوف اختي كنت لسه بقى اشوفها, كشفت وشها لقيت وشها متبهدل, ولقيت هدومها البلوزه اللي لابساها عبارة عن شرايط, مش عارفة مش فاهمة ايه اللي حصل. طيب فين الإصابة بالظبط؟ بعدين في الآخر بشوفها تاني لقيت في إصابة جنب صدرها واصلة للقلب ونسفة دم كتير, فهو ده اللي وشها كله الحقيقة من يعني في اثار المسامير اللي كانت بتتطير من المتفجرات جت فيها اصابتها في وشها. لكن الحمد لله برضو انا لما شفت بقيه الحالات قلت اختي احسن منهم كلهم.
لما شفت الحالات التانية؟ حمد ربنا ان جسدها سليم، ما حصلش فيه زي الحالات اللي شفناها، ولا بقي اشلاء ولا بقينا مش عارفين. يعني مشهد صعب حتى انك تشوفيه، يعني ربنا يصبركوا على المشهد ده. استاذ عماد ده مفيش شك طبعا، وانتوا يعني بتتابعوا ما بعد المشهد، عايزين توصلوا رساله معينه، يعني المأساة حدثت ان شاء الله ما تحصلش تاني، او نحاول ان احنا نتفاداها، يعني عايزين توصلوا رساله معينه. بسم الصليب. هو في الحقيقه امبارح سجلوا معايا في العزاء، فوصلت رساله انا بعتذر عنها دلوقتي. أهنت اللي عمل كده. النهارده بعتذر له وعلى الملأ، وبقول له بلغ أصحابك وبلغ شركائك، إحنا كلنا مستعدين، كمل. بعد التكريم اللي شفناه لأختي، التكريم السمائي إحنا واثقين منه، لأن الكنيسة علمتنا كده. علمتنا إن الشهداء في مرتبة عالية قوي. الكتاب المقدس بيقول ببيت ابي منازل كثيره، من يعني كل حد هيبقى في منزله غير التاني. فالشهداء دول اللي هم في مرتبه، النهارده سيدنا في صلاه التالت شرحها لنا ان الكنيسه بتعتبر الشهداء بعد ام النور، بعد العذراء. فسيدنا لما يقول لنا بعد ما يصلي التالت الانبا مارتيروس النهارده ويقول انا مكسوف، انا مين عشان اصلي لشهيده المسيح؟ فده تكريم السماء اللي احنا واثقين منه. التكريم الارضي لما يصلي عليها اكبر قامه كنسيه وهو قداسه البابا تودروس، لما نتلقى العزاء من اكبر قامه في البلد هو جناب الرئيس، ايه ده؟ تكريم ارضي وتكريم سمائي. ومصر كلها يعني تكرمكم طبعا ايضا. طبعا بنشكر الكل، بنتمنى ان ما حدش يشعر باللي احنا شاعرين بيه، او ما حدش يمر باللي احنا مرينا بيه. لكن التجربة أو الظرف اللي ربنا سامح بيه وراه بركات كتير قوي. إحنا يعني هننول البركات دي، إحنا هننولها في حياتنا ببركة أختي القديسة الشهيدة أماني، اللي ما كنتش متخيل في يوم من الأيام إن إحنا نتجمع على الملأ والدنيا كلها تشوفنا لتقبنها أو لرثائها. فبقول لها يا حبيبتي يا بختك، احنا كلنا بنتمنى نبقى زيك. وبقول للي عمل كده وشركائه اللي سامعيننا وشايفيننا، صدقوني كلنا مستعدين، كلنا بنتمنى نبقى كده. ارجوكم ما تتاخروش، اللي عايز يعمل ما يستناش، احنا جاهزين. قولوا لنا رايحين انهي كنيسه عشان نروح ونستناكم، صدقوني مش كلام ومش عشان في التلفزيون، صدقوني قولوا لي انتوا رايحين فين عشان نروح لكم. احنا عايزين نشوف القديسين دول عايشين ازاي، احنا بنقرا بس، تاريخ الكنيسة كله قريناه ما عشناهوش، عايزين يعيشوا بقى. ما تتأخروش علينا، مستنيينكم. أمام ربنا، أمام ربنا، أمام ربنا مرة تاني. يعلم ربنا مش كلام. بتمنى يا أختي إن أنا أشوفك. بتمنى إن أنا أحصلك. بتمنى إن أنا أكون في المكان اللي أنت فيه. يرضى الله. أنا بحييك على روحك الرائعة ده، والحقيقة يعني اللي ممكن يخلينا نتخلص فعلا من الإرهاب اللي انت بتقوله ده، انه احنا مش هنخاف، بل بالعكس قولوا لنا انتوا هتفجروا فين تاني، صدقوني وهنروح كلنا. وده كان تجربة حية بعد تفجير كنيسة القديسين في 2010، 31 ديسمبر 2010. قعدوا يعلنوا الكنيسه الجايه كذا والكنيسه الجايه كذا على السوشيال ميديا. كان من ضمن الكنائس اللي اتقالت كان كنيسه مرمينا شبرا، مش كنيستي وما بنحضرش فيها، يا كنيسه جوز اختي، لكن انا دايما كنا بنحضر قداس العيد في كنيستنا، كنيسه ماري جرجس ارض الجنينه في الزاويه الحمراء، دي كنيستي اللي اتربيت فيها، فبحضر على طول فيها قداس العيد. كلنا رحنا كنيسه مرمينا. احنا مين عشان بخطايانا اللي احنا عايشنا بيها طول عمرنا في لحظه بننول الشهاده، بننول الاستشهاد، بنبقى في مكانه ما كناش نحلم بيها نتمناها، لكن
اكبر من حلمنا رايحين له. الموت في المسيحيه سهله قوي، سهله قوي. طبعا لو بسيط. لو هدفهم ان هو اشعال الفتنه دقه اساسيه مش هيقدر. في المجتمع مش هيقدر. فالروح اللي انا شايفها فيك دي هي الرساله القويه. عفوا يا استاذ وائل، امبارح اللي كان بيسجل معايا قلت له خش العزاء، طلع لي مين مسلم ومين مسيحي، وانا بقول لك من قبل ما تخش المسلمين اللي جوه في العزاء اكتر من المسيحيين، ودي حقيقه. احنا سمعنا كجزء من كلامك في ده في التقرير ايضا. يعلم ربنا انتوا مش مسلمين، واوعوا تفتكروا ان الصوره دي اللي انتوا عايزين تنقلوها للناس ان احنا هنصدق ان لا، مش ده الاسلام. الاسلام هم المسلمين اللي عشنا معاهم وتربينا معاهم، هو ده الاسلام اللي نعرفه. الاسلام هو احمد صاحبي، احمد جاري، كل زمايلي في الشغل، كل اخواتي وجيراني اللي انا عشت وتربيت في وسطهم، هو ده الاسلام اللي نعرفه. لكن الاسلام اللي انتوا عايزين توردوه لنا ده مش اسلام. طبعا لا علاقه لهم بالاسلام يعني. اجزم بكده يا استاذ. انا بحييك على روحك ده. استاذه ايفون عايزه توصلي رساله معينه، وربنا يصبركم وتتحملوا الالام وعزائكم انها في مكان افضل الان يعني. اتفضلي. صدقني سعادتك احنا عندنا شعور مختلط مش عارفين نترجمه ما بين الحزن على فراق اختي والمنظر اللي شفناه، وما بين فرحنا بيها انها اتزفت زفت رؤساء. وبالمناسبة دي انا بوجه شكر وتحية للسيد الرئيس اولا، ولقداسة البابا انه نزل من سفره وجيه علشان يكرم اختي وكل الشهداء بالشكل العظيم اللي شفناه. بس احب اقول لاخواتي اللي عملوا كده، انتوا لو حبيتوا تعرفوا ايات من القران الكريم تثبت لكم ان احنا مش كفره، تعالوا احنا نعلمكم. طبعا انا عندي مصحف في البيت من وانا طفله صغيره، والدتي علمتني اني لما اكون عايزه اعرف معلومه ما اسالش فيها شخص. بالمناسبه والدتي في السماء برضو من بعد قبل ما اماني، اول ما اماني بعد ما جواز اماني. فجبت مصحف وكنت اقرا فيه لما احب اعرف حاجه. نفسك وتبحثي بنفسك فعلا. فاحنا عندنا ايات كتير في القران الكريم بتثبت ان المسيحيين مش كفره. بس عايزه اقول حتى لو كنا احنا كفره في نظركم، ده مضايقكم في ايه؟ دينكم ده اسمه ايه اللي بيعلمكم؟ طب كل الاحداث اللي حصلت من تاريخ ما ابتديتوا جهادكم لغايه النهارده ولغايه اخر الزمان، لغايه دلوقتي ما فكرتوش ليه ان احنا من كتر الاحداث دي ما بنراجعش نفسنا على اعتبار ان احنا لو كنا كفره نتخلى عن ايماننا وندور على ايمانكم وندور على كتابكم ده ونعيش زيكم ونؤمن باسلامكم؟ ليه؟ النهاردة سيدنا قال الجملة، قال إحنا الفراعنة إرادتنا أقوى إرادة ربنا خلقها. فإحنا كل ما بتحصل استشهاد، كل ما بيحصل تفجير، كل ما بتحصل حادثة بتزيدنا إصرار وبتزيدنا عزيمة وبيزيدنا إيمان. ليه؟ هل في كل التاريخ ده ما طلعش واحد عاقل يقول انا ايماني مش صحيح اراجع نفسي؟ وهو مش من حق حد انه يتدخل في ايمان حد لو ولا إن أنا في اعتقاده يعني. وعايز اقول لك هو ما بيكفرش. انت ما حطيتش نفسك مكان ربنا عشان تحاسبني الحساب ده. انا بس عايز اضيف لحضرتك، هو ما بيكفرش المسيحي فقط، هو بيكفر المسلم ايضا، وبيكفر المجتمع، وبيكفر الدوله، وبيكفر الوطن والجيش بعد والشرطه والمؤسسات يعني. قداسة البابا شنودة ربنا ينيح روحه قال كلمة، قال اللي يتغدى بأخوك النهاردة بكرة يتعشى بيك. وبعد حادثة القديسين ب25 يوم قامت الثورة اللي ما زلنا من تاريخها حتى وقتنا هذا لم نجد الاستقرار اللي بنحلم بيه، وحاطين دفنين راسنا في النعامة ما بندورش على أصل الحقيقة فين. طب ما تدور على ديني، مش يمكن اكون انا مش كفره صحيح؟ ولا هو من حقي، انت مش من حقي، ولا هو من حقي لا ان يبحث.
ليس من حق احد ان يفتش في عقائد احد او انه يكفر احد. هل انا لما بقرا في القران الكريم ده غلط؟ طيب اصل انت بتكلمي من يعني لا يؤمن بالمناقشه اصلا، يعني بالزبط. هو لا يؤمن الا بالمتفجرات والقنابل والمولوتوف. يعني اشكال احترام شديد لانسانيتهم ولانهم خليقه الله. هل دول ناس نعمه ربنا باين عليهم لو هم جهاديين حقيقيين بيجاهدوا عشان يعيشوا ربنا؟ هل دي اشكال زي اشكال المسلمين اللي احنا عشرناهم طول عمرنا؟ لا طبعا، عشان كده زي ما بقول يعني لحضرتكم لا علاقه لهم بالاسلام ويسيئون الى الاسلام. وبعدين اللي بيلف نفسه بحزام ناسف ويفجر انت نفسه، انت عارف نفسك في وسط اطفال ونساء، ده يعني هل تعتقدي انه هو يؤمن بالمناقشه اصلا؟ هو طيب انا مش عامله حساب ليه؟ او الناس دي ليه مش بتفكر ان هم لما هيقفوا في يوم من الايام قدام ربنا ويسالهم عن الدم اللي سفكوه ده ليه عملت كده؟ عارف من الحساب للاجابه دي وللوقفه دي مش ممكن. هو حال التماسك المجتمع اللي انا شايفها فيكم، يعني هو بيعتقدوا انه كان ممكن يلاقي ان في عائلات الشهداء يعني يوصلوا الى حاله الايه، يعني انه البلد والوطن ويوصلوا الناس الى حاله الهياج والغضب واشعال الفتن، وانه الناس تنسلخ عن المجتمع والوطن بسبب اللي بيحصل لهم. لكن لما يلاقوا حاله التماسك دي، واللي انا شفتها حتى هنا من الاستاذ عماد هنا، هو ده الرد القوي والحاسم. يعني هو استاذ وجدي في تعليق اخير عايز توصل رساله، اتفضل. والله يا استاذ انا عايز اوصل رساله للعمل العمليه دي. اولا انا بسامحه اللي كان هو فعلا يعني صعبان عليا في فراق زوجتي واستشهادها، بس هي راحت مكان في السماء احسن من الارض اللي احنا عايشين طبعا. فيها هي في مكان افضل، بس انا بصلي له وبسامحه وبصلي للناس اللي زيه اللي ربنا ينور عقولهم. انتوا هتستفيدوا ايه؟ يعني انت ما تقتل واحد ملوش ذنب باي حاجه عشان بس ذنبه اللي بيصلي، انت تستفيد ايه؟ حتى لو الواحد ده وحش خلاص سيبه، انت بتقتل ليه؟ فانا بصلي لهم ربنا ينور عقولهم ويفتح بصيرتهم. بحييك وحاجه ثانيه وانا بسامح ايضا ان انا بسامحهم، يعني فقدت زوجتك ومع ذلك تسامح ارهابا لا يسامح. يعني انا عايز اقول كلمه عن الامان. عايز برضه اقول حاجه يا استاذ وائل، انا بشكر كل اخواتي المسلمين وجيراني اللي شاركوني بالمشاركه سواء تلفونيا او جم. انا عايز اقول لك يا استاذ وائل هم فعلا دول يعني اهلي، هي دي العلاقه الحقيقيه بين المسلمين. انا بشكرهم من خلالك يا استاذ وائل، يعني هم فعلا وقفوا جنبي وشاركوني. هم دول المسيحيين اللي انا هم دول المسلمين اللي انا اتربيت معاهم، هم دول جيراني، هم دول اللي بشوف فيهم المشاركه. فبشكرهم من خلالك، وعايز اوصل برضو رساله اللي هم عايزين يوصلونا لنقطه الخلاف. لا بقول لهم ريح نفسك، لن تصلوا الى هذا الهدف ولن تحققوه. احنا الحمد لله فاهمين كده كويس. لاماني عايز اقول كلمه في حق اختي أمين. من يوم حادثة القديسين لغاية وقتنا هذا كانت بتتمنى من قلبها إنها تموت زيهم، وعاشت عيشة في الكام سنة دول. إحنا كنا بنقعد نتريق عليها وتقعد تكلمنا عن الكتاب المقدس وتكلمنا عن الكنايس والأديرة، وشوفوا حياتكم ما تزعلوش من حد، لأن الحياة ما تستاهلش إن حد يزعل فيها من حد. الأرض دي رايحة. فكنا نقعد نقول لها عشتي حياة القداسة خلاص. قالت السيد المسيح ما جاش عشان القديسين، السيد المسيح جه عشان يدعو الخطاة إلى التوبة، وأنا خاطية، تعالوا ندور عليه، سيبوا بيوتكم ما تدوروش على البيت واللي فيه والأكل والشرب والمطابخ، تعالوا نعيد ندخل الكنيسة، شوفوا الأعياد بتبقى في الكنيسة شكلها إيه، شوفوا رأس السنة بيبقى في الكنيسة شكله إيه. كانت ودودة جداً، كانت بتحب الناس بشكل غير عادي، وكانت بتعمل خير غير عادي. عايزه اقول لكم ان اختي كانت ست العرايس، لان هي فعلا كانت لسه عروسه. ست العرايس، ست العرايس اتزفت لحبيبها اللي عاشت ليه، وهو كمان حبها اكتر ما هي حبته فاختارها
يزين بيها سماه انه ما بياخدش خطاه، هو بياخد فعلا المؤمنين. واحنا عندنا وعود كتابية من السيد المسيح شفناها بتتحقق ولسه هتتحقق. المسيح قال لنا ان لنهاية الزمان هنستشهد بالشكل ده وهتحصل حاجات بالشكل ده، واحنا منتظرين. مفيش حد هيوقف العمليات دي مهما صلحنا، مفيش حد هيوقفها، واحنا صدقني منتظرينها. يعني ربنا يصبركم جميعا، وانا مقدر جدا مشاعرك الصادقه التلقائيه. يعني انت بتتكلمي وكانك تخاطبين اماني اختك، اماني صلي لنا وهي سامعاكي علشان نيجي معاكي، ولو اننا غير مستحقين ابدا للموتى الحلوه دي. اشكركم جميعا وبحييكم على جزئيه لو وقت البرنامج يسمح. اتفضل اتفضل، معلش انا اسف. اتفضل يا سعيد. في كلمه درجة كده بين الناس يقول لك الدم للركب، تقريبا سمعنا المصطلح ده قبل كده. هو مصطلح تهديدي كمان يعني. الدم بس هو الدم للركب دي كانت حاجة حقيقية، ما كانش اصطلاح وهمي. الدم للركب دي كانت ايام عصور الاستشهاد في المسيحية زمان. في العصر الروماني نسمع عن مدن ابيدت بكل سكانها زي شهداء اخميم وشهداء إسنا. في حادثة صغيرة كده اتعلمناها زمان، إن جنود الرومان قضوا على كل أهل القرية دي، كل أهلها، لدرجة إن سيوفهم تلمت. السيوف دي ما بقتش بتذبح من كتر ذبح أهل القرية. ففضل في القرية ثلاث فلاحين، ثلاثة بس. راحوا للجنود بالفاس بتاعهم، كل جندي راح بالفاس بتاعه عشان ينال اكليل الاستشهاد بالفاس. ده اللي اتعلمنا. فهأزيد اللي قلته لهم وبعيده تاني، احنا منتظرينكم، ما تتاخروش علينا، مش خايفين منكم ومش بنخاف. ما اتعلمناش في الكنيسه ان احنا نخاف، اتعلمنا ان احنا عشان نقابل المسيح وناخد الاكليل ده اللي ما نستحقهوش، دي بركة كبيرة أوي، بركة عظيمة كنا دايما بنسمع عنها، لكن شفناها مع أختي. بس قد إيه أختي كانت جميلة، لأنها كانت من المختارين. عشان ما نطولش على حضرتك وعلى المستمعين أو المتفرجين. لا أنا سعيد جدا بالروح الإيجابية اللي بتبين إزاي الناس بتسمو فوق آلامها، فوق أحزانها، وتضع الوطن أمام أعينها، وتوصل الرسائل اللي أنا بسمعها دي للإرهابيين، إنه هي حالة الصمود دي وحالة القوة والصلابة والسمو فوق الآلام والأحزان، والتأكيد على إنه الإرهاب مش هيخوفنا بل خالص. سنذهب إليكم خالص. يعني قولوا لنا إلى أي كنيسة أنتم ذاهبون، إلى أي مسجد حتى أنتم ذاهبون، إلى أي مكان ستجد الناس يتصدون لكم دون خوف. اشكركم جميعا. استسمحك استاذ وائل، معلومه صغيره على اللي قاله عماد. هو عباره الدم للركب دي قالها الملك نيرون، ان انا مش هسيب دم المسيحيين لغايه ما يوصل لركب خيولي. ولكن انا بسال الملك نيرون راح فين، والدوله الرومانيه كلها النهارده راحت فين. وسيزول الارهاب وكل الارهابيين ان شاء الله. في ايه في الانجيل بتقول ولما فتح الختم الخامس رأيت نفوس الذين استشهدوا من أجل كلمة الله ومن أجل الشهادة التي كانت عندهم صارخين قائلين أيها الرب القوي القدوس حتى متى لا تأتي وتنتقم لنفوسنا من الذين ساكنين على الأرض. فأعطوا ثيابا بيضا وقيل لهم أن يستريحوا زمانا يسيرا حتى يكتمل نفوس الشهداء المزمعين أن يقتلوا مثلكم. يعني ربنا مش صابر علشان حاجة، ده ربنا صابر عشان لسه ليه نفوس هتستشهد تاني. وفي آية أوضح يا أستاذ وائل، أنا آسف يعني. احنا الآية كانت واضحة وصريحة، سيأتي الوقت أن كل من يقتلكم يظن أنه يقدم خدمة إلى الله. قدم خدماتك زي ما أنت عايز، اللي أنت متخيل ان هم وسيلتك لتقديم الخدمه دي جاهزين ومستعدين ومنتظرينك
ما تتأخرش عليهم. أنا بشكركم جميعا وبحييكم على هذه روح الصلابة والسمو فوق الألام والأحزان. الوطن فوق الجميع، وده اللي تلمسوه من هذه الصلابة، وهي أقوى سلاح يمكن أن نواجه به الجماعات الإرهابية. لما يلاقوا هذا المشهد على الفور هيبقى على يقين بأن كل أهدافه فشلت ولم تتحقق. بعد